فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يزهد في التمذهب وحفظ متون الفقه بحجة الاجتهاد والأخذ من الحديث، فما رأيكم؟ هذا يريد أن يتسور المباني قبل أن ماذا؟ لا يجوز، ما يجوز للإنسان. هو بلغ يعني شروط المجتهد، صارت عنده المؤهلات التي صار بها مثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، توفرت فيه شروط الاجتهاد. فإذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فيجب عليه أن يجتهد، أما إذا لم تكن فيه شروط الاجتهاد وإنما هو مسكين عامي ولا مبتدي ولم يدرس شيئا من العلم، فهذا على خطر عظيم، يجب عليه التقليد وإلا يضيع. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فهذا ليس عنده شيء من المؤهلات حتى يجتهد، فلا بد أن يأخذ بمذهب من مذاهب أهل العلم وأهل السنة، لأن هذا متعين عليه، ولا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن الاجتهاد فيضيع ويضيع غيره. وهذه بلية كثير من المعاصرين اليوم، أنهم ظنوا أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم يعرفوا أوليات العلوم، لم يعرفوا أوليات العلوم، لا يعرف النحو، لا يعرف الأصول، لا يعرف الفقه، لا يعرف قواعد الفقه، لا يعرف التفسير، لا يعرف الحديث، كيف يصير هذا مجتهد؟ ولم يدرس على أحد من أهل العلم، إنما يقرأ في الكتب فقط. هذا خطر على نفسه، خطر على المسلمين. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعرف قدر نفسه، لأن المسألة ما هي مسألة سهلة، مسألة دين، مسألة وقوف بين يدي الله يوم القيامة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا ليس من أهل العلم، هذا من المتطفلين والمبتدئين. من أين أخذ العلم؟ على من تعلم؟ على من درس؟ نعم.